السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعلمكم كيف تحملوا جاتا بيك أو لي جراند ديفت أوت فيك للأندرويد. راح تخشوا على جوجل تكتب داونلود جاتا أو تكتبوا جراند ديفت أوت فيك سيتي أندرويد اندرويد اك. تخشوا على اول موقع، اول اختيار اللي هو اول ايقونة، وتنزلوا تحت. ايوه هنا راح تلاقوا اربع ملفات لازم تحملوها، الاك والزيب والاك الثانية والزيب. طبعا انتوا تختاروا لو تبغوا تحملوا، يعني مو لازم تحملوها الاربعة، يا اما هذولا الاثنين اللي فوق يا اما هذولا الاثنين اللي تحت. طبعا تضغط داونلود راح يبدا على طول بالتحميل. تضغط الثانية، يعني يا اما هذول الاثنين اللي فوق يا اما هذول الاثنين اللي تحت، راح يبدا التحميل معاك. راح تشتغل تثبت المطلوب تثبيته، راح تشغل معاك لعبة جراند ثيفت اوت فيك سيتي.